موجة من الغضب اجتاحت سائقي التاكسي بطريق منزل شاكر بصفاقس احتجاجا على تغيير المحطة المعتادة وقفة احتجاجية تنازعت فيها أجواء التوتر والقلق من سائقي التاكسي الذين اعتبروا تغيير المحطة مضر بمصالحهم احنا سمعنا وبلغونا اللي احنا مش حطونا محطة جديدة حطونا بعض كنيسية احنا رفضينا طريق منزل شاكر رفضينا سوى للحريف ولا سوى لسائق تاكسي مش معقول باش يحطونا جماعة قابس جماعة محالزة سكرة حطوهم العربي واحنا حطونا في طرف الدنيا مش معقول راجل كبير باش يخرج مرزم ساشياتو بيجيك طرف الدنيا تشوف انت المحطه اللي حطوها هنا محطه ماهيش مقبوله لا للحريف ولا لسائق التاكسي حتى سائق التاكسي تو جايين ندخلوا على فرحة حشاد منين مش ندخل لها المحطه هذيك كيفاش باش ندخل لها تغيير المحطه كان ايضا محل تذمر المواطنين حتى البلاصه اصلا ماهيش بها غادي خاطر اذا كان مشتركي محطه تاكسيات تعرف شارع الجزائر قداش مره الكار نتاع اثنين الجابز هذه تسكر تسكر السيركيلاسيون معناها فهمني قداش مش يقعد مش يجيب لانترديش مش يعمل معناها فهمني هوني لهنا في السونتر باش العباد الكل يتلموا من 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 باب الجبلي ومن غادي ومن اثنين تونس ومن بلايص الكل يتلموا هوني كي بعد انت غادي كاسين ما عادش يمشي لهم حد التاكسيات المسافه الفاصله بين المحطه المعتاده والمحطه الجديده اعتبرها سائق التاكسي بعيده عن باب رزقهم ومصلحه المواطن انا كشوفر تاكسي اخويا المحطه هذي ما ساعدناش هنا ما يجينا حتى واحد المواطنين الكل قال لك ما نجيوش نجيو كان باب القصبه تم تعملوا مزيه نطلبوا مسرته من السيد الوالي باش يعمل لنا جرده ومريس بلديه. في حين اعتبرت رئيسه لجنه المرور والجوالين بمدينه صفاقس ان تغيير المحطه جاء بالتوافق بين جميع الاطراف، توافق لم يجد الرضا لدى سائقي التاكسي والمواطنين. بالنسبه للمحطات هذوما جا كتكمله لمشروع المحطات نتاع باب الجبلي. وحبيت ناكد انه اختيار الاماكن كان بالتوافق وبالتشاور مع جميع اهل القطاع من نقابات ومن اتحاد الصناعه والتجاره اه وعلى اثر العديد من الجلسات اه تم الاختيار والموافقه وثم ديجا بي في معناها مصحح انه جميع الاطراف قابلة ومتفقين على المحطات يذو ما... من جملتها محطة بيب... محطة منزل شاكر. احنا مع النظام راهو، لكن حتى احنا ما 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 تبعدناش خلينا على هذه. فهمتوا فهمت؟ نبعدوا من الدورة صحيح ريسك، واللينيا هذه 10 خمسة 15 كهرباء عادي فهمت؟ لو كانوا عطونا حتى شوية هكا، سنتير هكا شوية، كانت تفضل المشكلة، مو باش يطلع لك ما غادي معنا ما, ب... ما بيقصبي يمشي لك ال... لورا الكنيسية، لل... صدقيني لا احنا لا هم. نجموا نحيوا في عضي ناخذوا احنا البلاصه هذيك نتاعنا ونبعدوا على الرونفوا وما حتى مشكله هيك المشكله نتاعنا المفيد يحطوا قراب للصور اما جيت بعدنا في بلاصه كيما هذيك ما تساعدناش بكل هما معناها يعني ينجموا يجيو يعرضوا مشكلتهم عن طريق ممثليهم واحنا مفتوحين للنقاش ومفتوحين لجميع الحلول ندرسوها اذا كان حاجه ما تضرش بالحركه المروريه وحاجه تساعد تساهم في مصلحتهم هو احنا معنا مع احنا ندرسوها نجي ونقيم الوضع عن طريق الممثلين نتاعهم نقيموا الوضع وندرسوه ونخرجوا بحلول توافقيه معناها علاش بعيد علاش بعدو نحن كبار وندخلوا من باب جبلي لهنا من السيف نوصلوا احنا توا بالعرق علاش يا رسول الله هكا ماذا بينا عملوها نقصوا منها الجردلين هذيا نقصوا منها طريف وعملوا لنا كيماكم اللي غادي لا احنا الواحد ما يوصل من البلاد لهنا كان عمله بحالو كيفاش وزيدوا معناتها ما شافونا غادي طرف الدنيا بصراحه تمرميت بالنسبة للمواطن إذا كان جيت تقول لي أنا مش نمشي على سقية وي... ما هوش السبب إحنا إحنا قدامنا هدف أكبر وأشمل هو تنظيم الحركة المرورية مش معقول أنه جميع وسائل النقل إحنا مش نحطوها بحذا باب القصبة مشاكل عديدة في مجال النقل تختلف أبعادها وتتنوع مواقفها من أجل توفير ظروف تتلائم مع جميع الأطراف